ارويه يا فندم. نتحول من تهريب الذهب لتهريب الهيروين. لا تجاره سهله بتكسب فلوس كتير. سلم نفسك يا عبد الكريم. عبد الكريم انت جننت يا بجم؟ انا العقيد بهجت يا عبد الكريم. سهولي سلم نفسك يا عبد الكريم. ده كان كل محاصر. ليه يا بابا؟ انت مش محتاج حاجة يا بابا. مستقبلنا فين بعديك يا بابا؟ ليه؟